شو شايف لك تيابي اجوا على قياسك تمام؟ لأني نحفت شوي. قلب على نصه يا علي. يلا تعال كلك لقمة. عثمان كيف وحكالكم كيف انكماش؟ انكماش بكمبوستو ان شاء الله صحة. يلا ابني احكي لنا شلون اجيت؟ يعني كيف قدرت تمرق من الجوازات؟ كيف نفذت ابني؟ اجيت بمركب مع صياد جابني على الشط، بعدين عائشة ساعدتني ووقفت معي كتير لحتى قدرت اجي على اسطنبول. اللي عرفت شو سوا خالك الرزيل؟ شو سوا بابا؟ خالك حاول يستفيد من وضعي هاد، نصب علي كالعادة وعلى كل أصحابي بالسوق هون. أخذت المصاري وبآخر لحظة لحقته وهو عم يهرب هالواطي. استخدم اسم أبوك ليشحد مصاري باسمه، وبعدين راح حولهم لدولارات وساعتها كشفنا. أنا نسيت إنه جاية لعنا. شو؟ لما شفتك نسيت إنه ميسر جاية، موعدتني تجي لعندي. ماما أنت شو عم تحكي؟ يلا تخبى بسرعة. يلا بسرعة تخبى. تعا تعا فوت لجوا. وأنت اقعد هون. يلا رجع التليفون. أيوة بيسان خانم، أنا وصلت. ماشي رح أفتح لك. بيسان 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 إجت الشرطة. شو؟ ميسر خانم؟ هروب ابني. افتحوا الشرطة، معنا أمر بتفتيش البيت. افتحوا افتحوا الباب. أنا بلغت عنه. واقف لا تهرب. واقف واقف ولا بوسخ. ها Thank you.
نطع قلبي من الخوف. لا تتغلص كريم، سوقتي منيحة. عم بمزح معي. سوقتك منيحة. خلص عم بمزح. قفلتيها؟ هنن اتصلوا فيني وطلبوا مني اجي لعندهم. مو رشاد يوميتها اجا على المطعم؟ عم اسالك شو اللي جابك لهون؟ اكيد في حدا خبر عنه لسليم، انتوا اللي خبرتوا عنه؟ لا انا خبرت. حسيت في شي غلط وخبرت. انت شفتيه فات على البيت؟ اي شفته على الباب واتصلت فورا. انا خبرت الشرطه. البلاغ اجا ونحن هنيك. اللي اتصل زلمة. أنا اللي اتصلت. حاجة كذبي يا ميسر. ليكون خليتي حدا يتصل. هيك شي مشان ما يعرفوا إني خبرت خليت واحد يتصل. سليم. ليكون كم شو. صهري أختي لا تحكوا شي أبدا. ها لا تحكوا ولا كلمة. أنا جاي وراكم. لا تخافوا ما راح يصير لكم شيء. لا تقلقوا. حقير وعطي الله يأخذك إن شاء الله.